وانا عايز بصراحه ابدا واحيي قواتنا المسلحه يعني جيشنا الباسل جيشنا العظيم جيشنا الابي الشريف في يوم السادس من اكتوبر اقول له ايها الجيش الوطني العربي الاسلامي العظيم ستظل درعا وسيفا لهذه الامه انت حماها ارضا وجوا وبحرا وستظل املنا دائما في الامان وسبب من اسباب ما نحن فيه من اطمئنان وجعلك الله دائما زخرا لهذا البلد مدافعا عنها بكل شرف وامانه ايها الجيش المصري العظيم في يوم ذكرى اكتوبر نتذكر كل شهداءك بالفخر والاعتزاز كل من سقط على ارض سيناء الحبيبه كل دم سال على ارضنا الطاهره شرف لكل الاجيال نفتخر به جيلا بعد جيل لتبقى اقواتنا المسلحه الدرع والسيف الذي يبتر الله به بحوله وقوته كل معتد وكل اثم وكل متكبر وكل فاجر وكل ارهابي مارق نسي نفسه وتناسى دينه وراح ينشر الفوضى في الارض فسادا فجزاءه دائما من جيشنا البتر وجزاءه دائما من جيشنا ان يؤدب هؤلاء المارقين على مر التاريخ ومر العصور انه الجيش المصري الشريف الذي يحتفل اليوم 6 اكتوبر بهذه الذكرى الخالده التي كانت في معركه الكرامه ومعركه رد الاعتبار لمصر وللامه العربيه وللامه الاسلاميه جمعاء، وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا في بيته الاقصى بحوله وقوته، وقد اكرم الله عز وجل وقد اكرم الله عز وجل هذه الامه ووحدها لكي تسترد بيت المقدس باذن الله من اولاد القرده والخنازير تحيه لجيش مصر الشريف تحيه لجيش مصر العفيف تحيه لجيش مصر البطل تحيه للقائد الاعلى للقوات المسلحه الزعيم عبد الفتاح السيسي تحيه للقائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق محمد ف... محمد آآ آآ الفريق البطل وزير الدفاع والإنتاج الحربي وتحيه لكل قادة الفريق محمد زكي وتحيه لكل القادة وكل الضباط وكل جنود الصف ليس القائد الأعلى فقط الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا الفريق محمد زكي القائد العام ولكن لاقل جندي في قواتنا المسلحه نحن فخورون بكم وسنظل فخورين بكم الى ان نلقى الله عز وجل. كل سنه وانتم طيبين يا جنودنا البواسل ويا امتنا العربيه والاسلاميه كل سنه وانتم طيبين يا مصريين ست كبر سنظل نحكي ذكراها للاجيال جيلا بعد جيل بكل فخر وكل اعتزاز وسيظل جيشنا الباسل حماة هذا الوطن وهو درع وسيف هذه الامه آه خليني ارحب بحضرتكم واقول للي معانا على الاعلام عبد الناصر زيدان مساء الفل وايضا آه للي معانا على اليوتيوب على قناه عبد الناصر زيدان كل سنه وانتم طيبين بمناسبه 6 اكتوبر تحياتي من السويد للجيش المصري العظيم آه رجاء هاني من السويد اياد احمد اسماعيل من الكويت آه تحياتي ليك يا صديقي المحترم محمد شهاب بالبيت شرقيه علي السمان سائل الفل وائل خليل جيشنا الوطني العظيم عظيم كلنا نفتخر بهذا الجيش العظيم ودائما تحيا مصر ويحيا رئيس مصر العظيم الرئيس عبد السيسي وشرطه مصر التي دائما كتفا بكتف مع جيشها وقضاء مصر الشامخ الذي نباهي به الامم وكل مؤسساتنا وابدا لن تقع دولتنا وستظل مرفوعه الهامه. وتذكروا جيدا ما قاله الرئيس النهارده إن مازالت بلدنا مستهدفة ولكن في ظل هذا ظهره دائما لرد كل من يريد أن يستهدف هذه الأمة بمكروه أو سوء